مشروع يحكي على مساعد طبيب اللي خشفنا في وقت كورونا. كانوا الطبيب كيروح المرضى باش يعطيهم الدواء تصرالو الأدواء، اخترع ان الروبوت يروح في بلاصة الطبيب. المسابقة كانت صعيبة، كان اكثر من 2000 مشارك، اكثر من 20 دولة. كانت الدول عندها بزاف روبوتات قوية وبروجيات شبان لايبا، مي بروجي تاعنا تألق وجاب المركز الأول باسم الجسد. الميدالية ولا الشهادة المسيحية هذه تقدم للأطفال في حالة كان مثلاً 2 أو 3 أطفال حصلوا على الذهبية، يختاروا منهم الأحسن ليكون هو المسيح إن شاء الله. الحمد لله الأطفال طبعاً الأغلبية تحم رغم فائزين في المسابقة العالمية. هذو الأطفال اللي استنبطوا الأفكار تاعهم واستنبطوا المشاريع تاعهم من الواقع تاعهم المعاش. لذا احنا حبينا هذا المجال تاع الروبوتيك ولا تاع الذكاء الاصطناعي، بحيث ان الطفل يشوف المشاكل الحية اللي راه يعيشها الإنسان ويحاول انه يلقى لها حلول، يلقى لها سوليسيون.